أورد البخاري رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه ومن شرب منهم لم يظمأ بعده أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. السؤال: من هؤلاء الذين يمنعون من الورود على حوضه صلى الله عليه وسلم؟ هل هم المرتدون أم المنافقون الذين كانوا على عهده أم الأعراب الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم؟ المرتدون، لأنه في الحديث: ما زالوا بعدك مرتدين على أعقابهم. هذا في المرتدين الذين ارتدوا عن دين الإسلام. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أما المنافقون فليسوا مسلمين من الأصل، ما هم مؤمنين، هم مسلمون لكنهم ليسوا مؤمنين من الأصل، هم في الدرك الأسفل من النار كما ذكر الله جل وعلا. نعم.